في حلقة اليوم سنتحدث عن تغير بولس. أعزائي من جبل أرفيل الذي يطل على بحيرة طبرية من الجهة الشمالية، نواصل دراستنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تجديد شاول الطرسوسي. أنا موجود على هذا الجبل المرتفع يسمى جبل أرفيل، ويسمى أيضا هذه المنطقة قرون حطين. في فوق هذه التلال حدثت معركة حاسمة جدا، انتصرت فيها جيوش صلاح الدين الأيوبي على جيوش الصليبيين في هذه المنطقة. بالواقع حدثت عدة معارك خلال التاريخ في هذه المنطقة. هذا الوادي العظيم يسمى وادي الحمام، منه تأتي الرياح. المنطقة حارة جدا تحت مستوى سطح البحر، تأتي الرياح الساخنة وتصطدم بالبحيرة فتسبب العواصف الهوجاء في بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل. اخترت هذا المكان لأنها المنطقة الشمالية التي تذهب إلى منطقة سوريا أو دمشق. شاول الطرسوسي أخذ رسائل من الشيوخ في أورشليم وصار في الطريق إلى الشمال إلى دمشق في سوريا حتى يلقي القبض على المسيحيين. على هذا الطريق في المنطقة الشمالية تلاقى معه الرب المقام وغير حياته. قال له شاول: شاول لماذا تضطهدني؟ أبرق نور عظيم، سمع صوت، سقط على الأرض وكان أعمى لثلاث أيام. اقتادوه إلى بيت حنانيا في دمشق، وهناك صلى حنانيا ورد له البصر، امتلأ من الروح القدس وابتدأ يخدم من منطقة دمشق. أعزائي، أواصل حديثي بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود أمام باب العمود خلف البوابة القديمة التي تطل إلى دمشق. تعالوا معي نروح إلى السوق القديم. أعزائي من الصحراء الجنوبية، أريد أن أتحدث عن اهتداء شاول الطرسوسي، تغيير شاول الذي تحول إلى بولس الرسول عملاق المسيحية. واخترت هذا المكان لأن بولس كان دائما يسافر عن طريق الطرق القديمة من هذا المكان من الجنوب إلى المنطقة الشمالية. اهتداء شاول تعتبر نقطة تحول في تاريخ الكنيسة. طبعا بطرس الرسول إلى هذا الحد كان يحتل مركز الصدارة بين التلاميذ، لكن نرى بولس تدريجيا يصبح الشخصية الرئيسية في سفر أعمال الرسل. من هو بولس الرسول أو شاول الطرسوسي؟ على الأرجح عندما ابتدأ في اضطهاد المسيحيين كان في بداية الثلاثينات. بنعرف من الخلفية اليهودية أنه أي شخص يصبح رابي أو معلم يقوم في مهام الخدمة لازم يكون ناضج وعنده الحكمة
وهذا السن يعتبر من سن الثلاثين. شاول الطرسوسي طرسوسي لأنه ولد في طرسوس في مقاطعة كيلكية في آسيا الصغرى اللي هي تركيا اليوم. يقول عن الكتاب أو كما قال عن نفسه: عبراني من العبرانيين، فريسي ابن فريسي. وكلمة فريسي تقال على المتدينين اليهود، وكلمة فريسي تعني الشخص المنفصل. هذه الجماعة كانت في أيام المسيح تحافظ على الناموس وتدقق بالأعمال تدقيق تفصيلي، ومع الوصايا الكثيرة أضافوا وصايا وتقليد كانت بمثابة عبء شديد أو حمل كبير على الناس، لأنه ولد في طرسوس كان يحمل الجنسية الرومانية هناك، وطبعا شيء طبيعي كان يتكلم اللغة اليونانية. ثم رجع إلى مدينة القدس أورشليم وتتلمذ على يد واحد يعتبر من عمالقة الخدام وضليع في العلم اليهودي والكتابات اليهودية، جمالائيل. فشخص بيتخرج على يد جمالائيل يعتبر طبعا شخص مثقف جدا، دارس وفاهم الدين بكل أصوله وبكل تفاصيله. إذا أردنا أن نميز شخصية بولس الرسول أو شاول الطرسوسي، كما قال عن نفسه أنه بلا لوم، كان مليء بالحماسة والغيرة والتعصب رغم كل علمه، لكنه كان أعمى روحيا. المشكلة الكبرى عند بولس كان يتعثر في الصليب، وعندما كتب إلى كنيسة كورنثوس قال إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وطبعا اعتمد على بره الذاتي وليس البر الذي من الله. كان مليء ومشحون بالغضب، كان ينفث تهددا وقتلا. كلمة ينفث مثل الحيوان الزائر والذي يريد أن يفترس الشخص الآخر، فينفث نفس كأنه من نار، ينفث تهددا وقتلا. هذه كانت شخصية بولس المتدينة. كان أيضا راضيا بقتل استفانوس الشماس الشهيد الأول في المسيحية. طبعا شاول الطرسوسي أخذ رسائل وكتابات من الشيوخ في مدينة القدس أورشليم لكي يذهب شمالا إلى سوريا إلى دمشق بالتحديد، لكي يلقي القبض على المسيحيين اللي هربوا من عنف الاضطهاد من هذه المنطقة. لكن عندما ذهبوا إلى منطقة سوريا ابتدأوا يبشرون ويكرزون برسالة الإنجيل. منطقة دمشق كان فيها على الأقل يقال تاريخيا بين 30 إلى 40 مجمع يهودي، ومعظم المسيحيين كان لهم تأثير شديد في هذه المنطقة. فأخذ رسائل وبقانون أو شرعية من الشيوخ في مدينة القدس وذهب ليلقي القبض على المسيحيين، طبعا لكي يقودهم إلى الضلال ويجدفوا أو يرفضوا ويتركوا اسم المسيح. لكن حدث شيء على الطريق غير ما توقعه الرسول بولس. وأنا أتخيل الرسول بولس وهو يمر في منطقة الجليل ويرى بصمات وآثار الرب يسوع من معجزات خارقة وتعليم وأمور عظيمة حدثت ومؤمنين كثيرون في تلك المنطقة، فازداد غضبا أكثر فأكثر وهو في طريقه إلى دمشق. لكن من غير توقع وبدون أن يعمل أي شيء، حدث شيء فجائي في حياة الرسول بولس مما غيرت حياته تغييرا جذريا. مكتوب: أبرق من حوله نور من السماء، نور عظيم جدا، وسقط على الأرض وسمع صوت يتكلم معه: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فسأل شاول: من أنت يا سيد؟ أجاب يسوع وقال: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. أعزائي، سأواصل حديثي بعد قليل. الله بيتعامل بطرق متنوعة، لكن الخلاص هو بالرب يسوع المسيح ومن خلال كلمة الله.
برية اليهودية هي صحراء يحدها من الشرق البحر الميت، ومن الغرب جبال اليهودية منطقة أورشليم. ظلت برية اليهودية عبر التاريخ غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير بسبب افتقارها إلى الماء والطرق الجيدة، مما جعلها مكاناً مثالياً لكل من أراد الهروب من وجه الأعداء أو الانعزال عن العالم. وهذا ما حدث تماماً مع داود الذي اختبأ في عدة أماكن في برية اليهودية خوفاً من الملك شاول الذي كان يطارده. وكذلك قام يوحنا المعمدان بالتبشير هنا. وفي الجزء الشمالي في برية اليهودية قام يوحنا المعمدان بتعميد يسوع في نهر الأردن، وهي أيضاً البرية ذاتها التي جرب فيها يسوع. كما شيد هيرودس الكبير قلعتين في هذه المنطقة هما هيروديوم ومسادة لتوفير الحماية خشية أن يثور ضده الشعب يوماً ما. أما الأسينيين فهم جماعة يهودية متطرفة وجدوا ملاذاً لهم في هذه الصحراء، وقد تركوا لنا مخطوطات قيمة هي مخطوطات البحر الميت. وخلال الألف عام الأخيرة كان أهل البادية هم أسياد الصحراء، وكانوا يتنقلون بقطعانهم من تلال اليهودية إلى برية اليهودية. أعزائي، أواصل حديثي من سفر أعمال الرسل الإصحاح التاسع عن تغيير واهتداء شاول الطرسوسي. بالواقع في سفر أعمال الرسل ثلاث أحداث عظيمة حدثت وغيرت وجه التاريخ. الحدث الأول يوم 50، والحدث الثاني تغيير شاول الطرسوسي، والحدث الثالث دخول الأمم إلى معرفة الرب يسوع المسيح. بالنسبة لشاول عندما كان ذاهب إلى منطقة دمشق كان مقتنع كل الاقتناع أن يسوع المسيح مات، وبالنسبة له كيهودي مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. لم يدرك أن المسيح صار لعنة لأجلنا لكي نتبارك ولكي نتبرر نحن. فطبعا بالنسبة له كان من الضروري القضاء على أتباعه، مع أنه سمع عن معجزات وآيات كثيرة فعلت أو عملت باسم يسوع من خلال التلاميذ، لكن بالنسبة له كان يعتقد أن هذا الشيء من السحر، فقرر القضاء على أتباعه حتى تتحرر الأرض من البلاء. وهنا أحبائي تقابل الرب يسوع المسيح المقام مع شاول الطرسوسي على الطريق إلى دمشق، وتمت الآية كما قال يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 15 آية 16: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. عندما سقط على الأرض أصيب بالعمى، وطبعا ابتدأوا أتباعه يقتادوا إلى دمشق. لم يأكل ولم يشرب فترة 3 أيام، لكن اكتشف اسم جديد بسفر أعمال الرسل لم يكن واحد من الرسل العظماء، اسمه غير معروف ذكر في هذه النقطة في هذا الإصحاح، اسمه حنانية. هذا الشخص الله استخدمه أن يقود أعظم مبشر في المسيحية شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول. هذا الشخص كان شخص عادي لكنه ممتلئ من الروح القدس، وكان مدرك وعارف عن شاول الطرسوسي والغرض من مجيئه إلى دمشق حتى يلقي القبض على المسيحيين ويضطهدهم ويعذبهم ويقودهم إلى التجديف باسم الرب يسوع. لكن الله تكلم مع حنانية وطمنه وأعطاه التشجيع أن يذهب إلى شاول الطرسوسي. هذا الشخص العادي حنانية ذهب إلى شاول وقال له: أيها الأخ شاول. أسماء جميلة بسفر أعمال الرسل، المسيحيين يسموا أتباع، تلاميذ، الطريق، إخوة، وطبعا في الإصحاح 11 يسمى أو أطلق عليهم المسيحيين نسبة إلى أتباع المسيح. وقال له إن الرب أرسله، وضع الأيدي على شاول الطرسوسي
فشفي من العمى وامتلأ من الروح القدس وابتدأ يبشر في الحال في منطقة دمشق. وعندما تكلم الله مع حنانية قال له: هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. وبالفعل هون الدعوة، بولس أو شاول أصبح الرسول إلى الأمم ووقف أمام ملوك وتمت النبوة، واجه ولاقى اضطهاد شديد وعنيف جدا من بني إسرائيل. بعد هذا الاختبار ذهب شاول إلى العربية ورجع بعد 3 سنوات، طبعا ما بنعرف إذا كان 3 سنوات أو أقل، لكن ذهب إلى مدرسة الله، مدرسة العظماء، هذه المدرسة اللي خرجت أبطال الإيمان مثل إبراهيم ومثل يوسف ومثل أيوب ومثل داود النبي وهكذا الكثير. يسوع كان في البرية 40 يوم، هذه المدرسة يتعلم من الألم ويأخذ مباشرة من الله ويتعلم من الروح القدس. وعلى فكرة هون الطقس شديد شديد الحرارة، ممكن تسمحوا لي أنه ألبس النظارة؟ شكرا. فطبعا المنطقة حارة جدا، واضطر أنه يأتي إلى هذا المكان، وكما كتب في رسالته إلى غلاطيا عن الإنجيل الذي أخذه مباشرة من الله، مش بإنسان ولا ببشر لكن بإعلان الله. من أجل هذا كتب الرسول بولس من أعظم الرسائل وأسس من أعظم العقائد المسيحية الأساسية والرسمية. عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل. وبينما هو يقترب من دمشق سطع حوله بغتة نور من السماء، فوقع إلى الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال شاول: من أنت يا رب؟ فأجابه الصوت: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن تقاومني. فقال وهو مرتعب خائف: يا رب ماذا تريد أن أعمل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة، وهناك يقال لك ما يجب أن تعمل. وأما رفاق شاول فوقفوا حائرين يسمعون الصوت ولا يشاهدون أحداً. فنهض شاول عن الأرض وفتح عينيه وهو لا يبصر شيئاً، فقادوه بيده إلى دمشق، فبقي 3 أيام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب. أعزائي من الصحراء الجنوبية، أواصل حديثي عن اهتداء شاول الطرسوسي وتغييره، يصبح الرسول بولس من أعظم المؤمنين وأعظم المبشرين بالمسيح يسوع. بكل بساطة تقابل مع الرب يسوع المسيح المقام من بين الأموات وسمع صوته ورآه قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. سأل شاول: من أنت يا سيد؟ ولاحظ عزيزي قال يسوع: لماذا تضطهدني؟ هو كان يضطهد الكنيسة، لكن الكنيسة هي جسد الرب، ولربما أنت تقاوم، ولربما أنت تقاوم الكنيسة وتقاوم عمل الله، ولربما تحاول أن تعمل بعض المؤامرات أو الشكايات أو أمور مزيفة عن المسيحيين، بتحاول تضطهد أو تتكلم ضدهن. تذكر الله يرى، ولا بد أن الله يعمل ويجازي أيضا، فأنت تضطهد يسوع المسيح نفسه. وطبعا كما قال: صعب عليك أن ترفس مناخس. عندما تغير شاول الطرسوسي أصبح يسمى بولس الرسول، تقابل مع الرب، هذا اللقاء اللي غير حياته. شيء تاني، امتلأ بالأشواق لطاعة الرب وفعل مشيئته. أول سؤال: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فالرب قال له: اذهب
ويقال لك ماذا تفعل. وبالفعل من خلال لقائه ووجوده في الصحراء اتعلم ودرس وعرف إرادة الله، وأدرك أنه مدعو من الله لعمل خاص، كما قال عن نفسه أفرزه الرب من بطن أمه لهذا العمل. طبعا صورة جميلة للشخص اللي بيتغير، بيتقابل مع الرب، بيمتلي بالأشواق، يعني بصير يحب يطيع الرب ويفعل مشيئة الرب. شيء ثالث، ابتدأ يصلي، لما أجوا وجدوه كان يصلي. شيء رابع، طاع الرب بالمعمودية، أقصد معمودية الماء. ثم ارتبط بشركة المؤمنين وبدأ يشهد للمسيح بقوة في الحال، ابتدى يشهد عن إيه الرب يسوع فعل في حياته، ثم نمى في النعمة، كان ينمو في النعمة. عندما اختبر يسوع اكتشف أن يسوع مش نبي ميت، إنه الحي الرب المقام من بين الأموات. فطبعا ابتدى يتغير تفكيره، هذا يعني التوبة، ورسالته ابتدأت تتغير. والشيء اللي اكتشف إنه هو إنسان خاطئ، إنسان هالك، وأنه يقاوم الله مباشرة. ثم اكتشف في هذا الحدث على الطريق إلى دمشق، اكتشف قداسة الله الرهيبة. هذه القداسة، رأى شاول أو بولس كل أعماله الصالحة والناموسية الحرفية والفريسية والبر الذاتي أمام قداسة الله كخرقة نجسة، تعتبر نجاسة أمام الله. لكن تلخيص حياة بولس الرسول أحبائي، عندما تقابل مع الرب في سفر أعمال الرسل إصحاح 26، قال له يسوع عندما سقط على الأرض: قم على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك، لأنتخبك خادما وشاهدا فيما رأيت وفيما ستشهد. الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، كي ينالوا بالإيمان غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. لاحظ إنه هو نفسه كان أعمى، فرسالته أن يكون نور للشعب، أي شعبه، وطبعا إعلان مجد لكل، مش بس إسرائيل، ولكل الأمم أيضا. إخوتي وأخواتي، في الختام دعني أوجه لك هذا السؤال: هل أنت مؤمن حقيقي بالمسيح يسوع؟ هل أنت تقاوم رسالة المسيح؟ هل أنت حتى مع كل التدين والبر الذاتي تشعر أنك أعمى روحيا؟ إن الرسالة، رسالة المسيحية، هي فتح العيون، لأنه بكل بساطة مكتوب عن الشيطان: الذين فيهم إله هذا الدهر، أي الشيطان، قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. أما عن المؤمنين، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. أصلي أن الرب يتبسم عليك اليوم، أصلي من كل قلب أن حياتك تمتلئ بمعرفة الرب وتتغير بقوة الروح القدس وبعمل المسيح الرب الحي المقام. أليس عجبا؟ نحن لا ننادي بنبي مات وقبره موجود، نحن ننادي بشخص حي. فمن تتبع؟ تتبع الميت أم تتبع الحي الذي قال: إني حي فأنتم ستحيون؟ إنها رسالة الحياة، إنها رسالة الحياة الأبدية مقدمة لك. صلي من كل قلب أنك تفتح قلبك وتؤمن بالمسيح يسوع. أعزائي، ما زال المسيح يعمل، إنه الحي الرب المقام. لربما تتساءل: هل أتغير بمعجزة مثل ما حدثت مع بولس؟ نور يبرق من السماء، تسمع صوت من السماء. مش بالضرورة، مع أنه الله غير محدود يتعامل بطرق متنوعة، لكن رسالة الخلاص هي رسالة واحدة. كثير من الناس ترى أحلام أو رؤى، الله بيتعامل بطرق متنوعة، لكن الخلاص هو بالرب يسوع المسيح ومن خلال كلمة الله. يقول الكتاب: إذن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله.
كلمة الله موجودة بتعلمنا عن الخلاص بواسطة يسوع المسيح. المسيح أكمل عمل الفداء، مات على الصليب وقام من بين الأموات لأجل تبريرك. كل ما عليك إنك تصدق، تؤمن أنه يريد أن يعطيك هبة، عطية الحياة الأبدية، أن تفتح قلبك له وتدعوه وتوجه ربا وملكا. إن الخلاص أعظم معجزة، سواء كان بنور من السماء أو سواء بصوت خفيف بقوة كلمة الله اللي بتغير قلبك وحياتك في الداخل. لازم تدرك إنك أنت إنسان عاجز عن أن تخلص نفسك، خاطئ، والله قدوس يريد أن يدين الخطية، لكنه أرسل المسيح. المسيح يحبك، أخذ مكانك ومكاني حتى أنت تتمتع بالحياة الأبدية. أنا أدعوك أنك تؤمن بالمسيح، أدعوك أنك تتوج المسيح ربا وملكا على حياتك. حياتك بتتغير. بولس كان مضطهد، كان فريسي، كان غيور، كان يعذب المسيحيين، كان مضطهد، كان ينفث تهددا وقتلا، يعني السموم في الداخل حتى يؤذي المسيحيين. لكن عندما تغيرت حياته، امتلأت حياته بمحبة المسيح، أصبح يغفر للأعداء، امتلأت حياته بالغفران، امتلأت حياته بقوة الروح القدس، امتلأت حياته بيقين الحياة الأبدية. هذا هو الخلاص بكل بساطة، أن تؤمن بالمسيح أنه يعطيك حياة أبدية، وأنك تتمتع بهذه الحياة حتى على الأرض، لأنه مكتوب الذي يؤمن بالابن له حياة، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إن المجال مفتوح والباب مفتوح، افتح قلبك ليسوع المسيح، ادعوه، اعزمه يأتي إلى حياتك، سوف يأتي بكل سرور. على فكرة، إذا صليت أو اتخذت هذا القرار، منحب نسمع منك، اكتب لنا أو اتصل بنا. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى، سوف نتحدث عن تجديد كرينيليوس. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو